وللمزيد معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك معنا الدكتور. بداية، هل لك أن تطلعنا أكثر على حملة المساعدات للطلبة في الحويجة؟ حياكم الله. أهلا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم. حملة منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في بداية الأمر تكلم عن هذه الحملة. حملة توزيع المساعدات المالية على ثانوية سيد أبي المسلم الباهلي في منطقة الحويجة منطقة العباسي شملت 60 طالب من الثانوية الإسلامية وكذلك الحراس والمدرسين المحاضرين في هذه المدرسة. كانت هذه الحملة قد شملت في السابق 12 مدرسة إسلامية وأضيفت لها هذه المدرسة، وتم توزيع المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان المبارك على الطلبة. نعم. وهذه كذلك تأتي حملة الإغاثية لمنظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين. نعم. لتوزيع السلات الغذائية على المخيمات. نعم. مخيمات القازر. هذه المخيمات. نعم. هو أريد أن أسألك في عن هذه المخيمات بالتحديد، كيف حال النازحين في هذه المخيمات دكتور ناصر؟ نعم، حقيقة المخيمات في منطقة الخازر 5 مخيمات فقط، يعني كل مخيم فيه ما يقارب 2000 عائلة إلى 1500 عائلة. مخيم الخازر الرئيس فيه 2350 عائلة، مخيم الجمكور ما يقارب 900 عائلة، مخيم حسن شام الثاني فيه 1100 عائلة. جاءت هذه الحملة في شهر رمضان المبارك لمخيم حسن شام الثاني الذي يقطن فيه قرابة 1100 عائلة. تم توزيع 1000 سلة غذائية مع 2000 كيس خبز مع هدية من كتاب الله تعالى القرآن الكريم، هدية للعائلات الكريمة النازحة في هذا المخيم. هذه المخيمات بجميعها، مخيمات الجدعة، مخيمات السلامية، مخيمات حمام العليل، مخيمات الحضر، هذه تشهد الآن عودة عكسية للعائلات النازحة على عكس ما يظهره بعض القنوات الإعلامية بأن النازحين قد رجعوا. كانت لنا لقاءات مع العائلات التي عادت مؤخرا. نعم. إلى هذه المخيمات قالوا رأينا معيشة الذل بأعيننا في عندما عدنا إلى مناطق سكنانا، لا يمكن أن نؤمن رغيف خبز لأسرنا ولأطفالنا، ولذلك اضطررنا إلى العودة إلى هذه المخيمات لهول ما رأينا من صعوبة العيش وعدم تمكننا من الحصول على أبسط سبل العيش الكريم في مناطقنا، ولذلك اضطررنا إلى العودة إلى هذه المخيمات لأننا يعني نجد فيها بين الفينة والأخرى من يأتينا من يعيننا على بعض شأن حياتنا ليقدم لنا لقمة الخبز، وكذلك يعني حتى نتحمل لهيب الشمس في هذه المخيمات من أجل الإدراك والحصول على لقمة العيش. نعم دكتور، هل هناك حملات أخرى تنوون القيام بها في شهر رمضان؟ في كل شهر رمضان يعني يتم التهيئة لهذا الشهر المبارك، هذا الشهر الفضيل، نتيجة لظروف الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها النازحين في هذه المخيمات. نعم. يعني في هذه المخيمات حتى الأطفال يعني وجدناهم صائمين، ولذلك يعني تم يعني وضع برنامج عمل لدعم العائلات النازحة وإغاثتها ودعمها بالسلات الغذائية وكذلك الأكياس الخبز. عندنا برنامج متكامل بإذن الله ينفذ في شهر رمضان المبارك، دعم المدارس والثانويات الإسلامية، دعم المخيمات. نحن ابتدأنا بمخيمات الأنبار، ثم بعد ذلك الثانويات الإسلامية، وها نحن الآن يعني نقدم مبادراتنا في مخيمات الخازر، وكذلك سنستمر بإذن الله طيلة الأيام شهر رمضان المبارك بإقامة الإفطار الجماعي وإقامة كذلك الحملات الإغاثية للسلات الغذائية إن شاء الله. دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي
باسم منظمة أم القرى، كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.